أسأل الله الذي لا إله إلا هو مثل ما جمعنا في هذا العمل الخير أن يجمعنا في جنات النعيم، وأسأل الله مثل ما ستر الله من أعمارنا من شين وزين أن يستر ما تبقى منها. السيارة هذه جت لله وراحت لله. أول شيء أشكر الأمير الوليد بن طلال اللي أسعدني بهالسيارة، والشكر لله سبحانه وتعالى اللي سخرني وأسعدني أني أعطي السيارة يوسف وأدفع عليه جزء بسيط من الابتسامة. نعرف أن لا سيارة ولا كنوز ولا أي شيء ممكن تجبر المصاب، ولكن أسأل الله أن يجبر المصاب إن شاء الله، وإن شاء الله تتهنى فيها وركب ويانا بالتوفيق بالتوفيق إن شاء الله بالتوفيق. فتحنا من دعاك ودع لأمي ولأبوي الله يرحم والديك إن شاء الله يا حبيب قلبي. على فكرة ترى يوسف حافظ القرآن كامل، وإن شاء الله إن شاء الله أنا من الخير، يكفي أنه كان أباه مصالحة. الله يسعدكم. أركب أضرب بوري عش حياتي طبيعية. الفيديو أبيك تقول كلمة. يلا يا يوسف قول كلمة وخذ راحتك. الكلمة اللي بقولها أن أترحم أول شيء على والدي الله يرحمهم وإخواتي يرحمهم أبي أشكر أخوي فايز. يا حبيبي لا تشكري، شكر الله اللي سخرني لك هذا، فضل الله أعطاك الله سبحانه. وثاني أبي أشكر جميع أهل تميت وأخص عبد الرحمن البرغش وأبو عبد العزيز الغانم. الله يبارك لك.